نرجع تاني كده ونروح بقى للعيبة مصر كده، كابتن نصر وكابتن عبد اللطيف، تقعدوا تقييم لكل لاعب، وبرضه في رسالة لبعض اللعيبة. نروح كده للصور معانا، يلا بينا. عايز طب حضروا لي الصور، حضروا لي الصور. طيب عايز ادي الصورة، محمد الشناوي كابتن نصر. ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع ان شاء الله. برضو من الناس المميزه، الواحد ما يقدرش يعني يتكلم عليهم ان هو لا، الشناوي مطلوب واحنا برضو. بنجيب صوره الشناوي دلوقتي عشان نقول برضو ان احنا فاكرين كل لاعب، طبعا يعني اي طبعا لاعب حتى لو ما بيشاركش طبعا وشارك في البدايه وكان ليه دور مهم، طبعا. وده من اللعيبه الرجاله طبعا. البطوله بتبقى تاريخ يا كابتن خالد، لما بيذكر فيها الاسامي كلها والجيل كله. صحيح، دماغي تقول الونش الشناوي طبعا حارس مميز من افضل حراس مرمى طبعا في الكوره طبعا، وطبعا الف سلام عليه طبعا، ربنا يشفيه طبعا. احتاجناه قبل كده كتير وهنحتاجه بعد كده، ويمكن الدوافع اللي عنده ابو جبل ممكن تكون دايما بسمع وبشوف ان هو عاوز يهدي الفوز له طبعا، منتهى الروح الجميله اللي بنشوفها. صحيح، لكن وعلى فكره المنتخب تالق ابو جبل اكيد جزء منه، مظبوط ان في وحش مظبوط اسمه الشناوي معاه بالظبط بالظبط، يعني خلاه بيركز. تنافس حلو. صحيح، نروح للصوره اللي بعد كده. ابو جبل يا كابتن نصر. ابو جبل ربنا كرمه طبعا ويستاهل، يستاهل ابو جبل، من الحراس المميزه. في فترات كده كانت مش كويسه، لكن ربنا بيكلله مجهوده ودلوقتي بيبقى من احسن، وهو السبب طبعا في المكاسب ديت وثباته كمان. وما تنساش برضو الماتش اللي فات وهو مش عايز يطلع من الملعب، برضو كانت حاجه كويسه. انا عايز اقول لكم حاجه بس وافتكروا معايا، سبحان الله شهر فبراير ده بيبقى جامد جدا لابو جبل. يعني فبراير، فاكر فبراير الزمالك كسب الاهلي في فبراير، وكسب السوبر الافريقي مع الـ مع الـ مع الترجي، الترجي 3-1 في فبراير برضو. فاكر وكسبنا الماتش الماتش الاولاني هنا، كسبنا الترجي في فبراير برضو، اللي هو يعني الاولاني قبل مش فطور الثمانية في شهر 3. ودلوقتي احنا دلوقتي في فبراير شهر 3، مش هيلعب الماتشات بتاع شهر 3. شهر 3 مارس مش هيلعب كاس العالم؟ لا يلعب ان شاء الله. لا والله اعلم، لا ان شاء الله. يبقى اعتقد دلوقتي اعتقد المنافسه تبقى قويه، صعب تختار ما بينهم، اي حد كلها لصالح الكره المصريه طبعا. صحيح، نروح دي صورته طبعا بعد اللقاء، ولعيب راجل وبيلعب وهو مصاب. ده بيحضن دلوقتي، ده صبح يا جماعه ولا الشناوي؟ دي الصوره القديمه. الشناوي الاثنين بسم الله ما شاء الله 190 سم ما شاء الله. الله اكبر عليهم يعني، ربنا يحميهم يا رب. نروح لمحمد صبحي يا كابتن. طبعا من اللعيبه المميزه، ونزل برضو الماتش اللي فات في وقت صعب، كان في عمليه قلق كده، لكن من الحراس المميزه طبعا قوي قوي، ونتمنى مستقبل مصر. طبعا لسه هقول كده، ده حارس مرمى منتخب مصر السنوات القادمه. صحيح. كارثه يا جماعه ان الزمالك يعيروا بنيه البيع بصراحه، يعني بصراحه والله ما بهزر. ايه التفكير ان عيل حارس مرمى؟ طبعا نادر ما تلاقي حارس، ما كانش يتساب الاصل. صحيح، نادر ما تلاقي حارس مرمى عنده الموهبه، فده بالتالي كان لازم يعني نادي الزمالك يحتفظ بيه اكتر فتره ممكن. صحيح، نروح للصوره اللي بعد كده. فتوح حاجه تفرح، يعني حاجه تفرح بجد، من احسن اللعيبه في الدوره حقيقي. يعني وممكن يبقى ياخد بقى مركز في ان شاء الله بعد ما نكسب ممكن ان شاء يبقى البطوله. انا من وجهه نظري ان شاء الله ممكن يتحط في فريق البطوله. طبعا يعني هو وباك ليفت بتاع السنغال اعتقد تنافس ما بينهم. طبعا خلي بالك ان فتوح صغير برضه، لعيب صغير يعني. صحيح، مطور من نفسه. طور من نفسه بشكل كبير جدا، وكان في منتخب العرب 23 سنه، كان في منتخب العرب، في المنتخب بالظبط، وبالتالي افضل باك ليفت في البطوله. خد بالك احنا عندنا لعيبه كمان كسرت الدنيا في بطوله العرب، يعني احمد رفعت مظبوط، كان لعيب حسين فيصل لعب وماتشين كان كويس، المستقبل لا عندنا مجموعه لعيبه كبيره كويسه في مصر قوي قوي. حقيقي بالظبط بالظبط. نروح للصوره اللي بعد كده. محمد عبد المنعم ده طبعا اكتشاف البطوله، وزي ما بيقولوا اتولد عملاق زي ما بيقولوا كده، يعني البطوله دي بتجيب حد مش لسه، كانه راجل عنده خبرات وكفاءات وشخصيه كبيره جدا في الملعب. فانا وجهه نظري كابتن ناصر تحس ان هو ايه؟ راجل هو واثق من نفسه، راجل واثق من لا ثابت، يعني ايه رجله لازقه في الارض بالظبط، يعني فاهم؟ بيجي يقطع كده ويحط جسمه تحس ان هو واحد لو ما عندوش خوف وما عندوش رهبه. دي طبعا بتخليه زي ما انت بتقول واقف على رجله،
الترئيس بالنسبه له صعب ان اي حد يعدي منه. بالظبط. الحاجات دي مهمه قوي، وهم اللعيبه الموازين نتمنى له النشاط. ويشوط ضربتين جزاء ورا بعض باقتدار. طبعا. وفي سنه ده كورته حلوه على فكره، بيطلع بالكوره. كورته حلوه قوي. اه بيطلع بالكوره. على فكره اعلى واحد في مزبوط. في السردباكات في الكوره. مظبوط. هو وحجازي، بس هو اسرع من حجازي. نروح لل بعد كده حجازي. حجازي طبعا من اللعيبه المميزه طبعا. راجل. معلش. راجل طبعا. من اللعيبه المميزه. لا غنى عنه. لا غنى عنه طبعا، عشان الكوره العرضيه بتبقى مميز فيها الكوره العاليه. بنسبه كبيره احنا فقدناه في ماتشين السنغال. طبعا. او ثلاث ماتشات بتوع السنغال. طبعا. فقدناه بنسبه كبيره، لان المنتخب السنغال بيلعب دايما عنده اطوال رهيبه جدا. بالظبط. وبيلعب كرات ثابته وكرات متحركه، والنهارده الكوره اللي جت في العارضه ممكن لو كان موجود كان شال الكوره اللي جت في العارضه، فهنفتقده كبير جدا الفتره الجايه. بسرعه يا جماعه الصور، بسرعه تعليقنا بسرعه كده يلا. الونش. الونش طبعا راجل. الراجل النهارده شايفه حتى بصبته بيلعب عينيه على الكوره كويس قوي. التاكلين اللي بيعمله على الكوره، مفيش الخبط والرزق. الونش كل ما بيلعب كل ما مستواه بيزيد وبيبقى كويس. كلمه لا خلاف. راجل. راجل. نروح يلا بسرعه يا جماعه، بسرعه ورا بعض كده الصور. احنا عايزين بس بندي كلمه لكل واحد. ايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا من اللعيبه المميزه، لعيب كويس برده، في ميزه ان هو ممكن يلعب في اكتر من مكان. صحيح. باك ليفت، هاف ليفت، سيرد باك. بالظبط. بتسم الاداء الرجولي ولاعب مهم جدا يعني. وروحه حلوه على فكره. بني ادم روحه حلوه. ربنا يرحم امه واخته. الله طبعا. الله يرحمه. يرحمه. محمود علاء بتاع الموقف الصعب برضو. محمود علاء يعني خلي بالك. صحيح. نزل الماتش اللي فات في وقت وما حسيناش ان هو خالص. ان هو قاعد بديل. وعلى فكره لو لعب هيبقى راجل برضه. طبعا. بتاع الموقف الصعب يعني. طبعا. نروح للصوره اللي بعد كده. اكرم توفيق. ده الف سلام عليه طبعا، فقدناه وهو اللي عمل لخبطه في ناحيه اليمين لغايه دلوقتي يعني. خد بالك اكرم، انا من وجهه نظري لما يرجع هيلعب في نص الملعب في منتخب مصر. ما هو هيبقى مع النني ومع السوليه ومع حمدي فتحي ووحش في نص الملعب. هو مكانه اصلا. بالظبط. الملعب احسن من باك رايت. الباك رايت دي هتبقى لعمر وهتبقى الامام عاشور. مظبوط. الف سلام عليه طبعا. الف سلام عليه ويرجع بالسلامه ان شاء الله، ويلحق معانا كاس عالم لو ربنا كتب لنا يعني. عمر يا كابتن. عمر طبعا من اللعيبه المميزه، اللعيبه الكويسه اللي يعني. تفتكر هيرجع الزمالك ان شاء الله؟ اتمنى. ايه؟ اتمنى يرجع ان شاء الله. ده طبعا الصعب انك تحط هاف باك رايت ويؤدي بشكل جيد وكانه بس زمان بيلعب. بس يعني. اداه بشكل كويس قوي، ما حسيناش اختلاف خالص. صحيح. بينه باي باك رايت. صحيح. نروح للصوره اللي بعد كده. السوليه. السوليه طبعا لعيب كبير ولعيب قوي. خبره. خبره يعني. امتى يلعب وامتى يقف وامتى يتحرك وامتى يهاجم وعنده ثبات انفعالي. لا لا السوليه بقى له. انت متخيل يجيب جون في نفسه؟ خلي بالك. والماتش اللي بعديه يشوط ضربه جزاء. والماتش اللي فات يشوط ضربه جزاء. ما بيخافش على نفسه يعني، بيتحمل مسؤوليه. في افضل حالاته. بقى له سنتين ثلاثه. افضل حالاته بقى الموسم. صحيح. نروح للصوره اللي بعد كده. في حمدي فتحي. حمدي فتحي من اللعيبه الجميله الحلوه اللي بتلعب نص الملعب. لعيب وحش. بنفتقده لو خسرناه بنفتقده. طبعا في ظل غياب طارق حامد. طارق حامد برده كنت اتمنى يكون موجود معانا. طبعا طبعا. كان هيأدي بشكل جيد. نروح للصوره اللي بعد كده. النني. النني خبره بقى، لعيب كبير، لعيب كبير، لعيب مميز. الناس كانت من افضل بطولاته دي. طبعا. لما اداله الثقه. مستر كروش اداله الثقه وبقى يلعبه وبقى يأدي. هو بيلعب على الجانب النفسي بطريقه كبيره. صحيح. جدا. نروح للصوره بعد كده. امام عاشور. ده جوكر. تمام. انا بعتبره جوكر على ايام ما كان في الزمالك برضه. انا شايف ان ده أكتر ده مكانه، وانا بطالب بيه. خلي بالك من اول البطوله ده مكانه اساسي على فكره. ده لعيب لازم يبقى اساسي. لعيب كبير عشان انا بيلعب في اكتر من مكان يا خالد. المهم ربنا يوفقه المباراه الجايه ان شاء الله. مهم جدا ان شاء الله. ان شاء الله. ورجله تقيله كمان وعنده مميزات كتيره يعني. مهند. مهند النهارده فاجئنا كلنا بثبات انفعالي وبثقه وبهدوء، ونزل المباراه كانه شارك في قبل كده في بطولات، وضربه جزاء لا يحصل عليها يعني. اهم ضربه جزاء. دي حقيقه. اللي هي الثالثه. مظبوطه. الثالثه بعد هم ضيعوا اتنين. خلصت بعد ما ضيعوا اتنين. هي دي الثالثه، وبعد كده ضيع الرابعه بعدين. مظبوط. الضيعة الثالثه بعدين. نروح للصوره اللي بعد كده. زيزو. زيزو لعيب كويس، لعيب مميز. يكفي النهارده لما نزل يعني فتره قليله
ضربه الجزاء الثقه بتاعته ان هو هو داخل بعد فينسنتي بوبكر محرز بالظبط، فهي نقطه تحول مظبوطه وبرده حته ثقته برده مستر كروش انه نزله في الوقت ده عشان يلعب، بس اتمنى ياخد جزء اكبر يعني يقدم بشكل ان شاء الله. هو لعيب محترف ولعيب ملتزم. ونروح للصوره اللي بعد كده بسرعه يا جماعه عشان الوقت، عشان استاذ عمرو. يلا محمد صلاح ده صلاح الفكر بتاعتنا طبعا. كورته حلوه، بيمسك الكوره لا بيهدينا، بيهدي اعصابنا لما بتيجي الكوره عنده بيمسكها تحت رجله. هو النهارده كان هيتجنن في الكوره، الفرصه اللي جات له طبعا ضيع حظه، صعب يضيعها، شايف انها كانت سهله يعني بنطمن بوجوده طبعا في اي وقت يقدر يجيب جون او يصنع. بس احنا دلوقتي ما بقيناش منتخب محمد صلاح، يعني بقينا منتخب جماعي. دي احلى، فاكر زمان كان بيقول لك باصي لصلاح؟ لا دي احلى حاجه. لا كابتن ناصر دايما بيقول لك معاك منتخب قوي ومعاك لعيبه كويسه. خلي بالك مستر كروش الطابع بتاعه من اول ما بدا كده انه عايز يبقى كوره جماعيه. صحيح. مش عايز تبقى فرد، ودي مهمه. طبعا. ونروح للصوره اللي بعد كده. مرموش. عمر مرموش. مرموش من اللعيبه طبعا الكويسه، يمكن النهارده صغير في السن. طبعا لا لسه بيكتسب خبرات. لا لعيب كويس، لعيب كويس ومميز ومفيد. لعيب مهم جدا ومميز وعنده قدرات عاليه جدا في مهاره وسرعه، وان كان النهارده بعض الشيء مش في حالته. هيلاقي تنافس بعد كده اما تريزيجيه يخش في. على فكره تريزيجيه راح الدوري التركي. تم اعارته للدوري التركي من استون فيلا، وما رمضان برضو يرجع يلعب ويتألق وكله يركز، عشان على فكره كله هيرجع عايز يلعب في الدوري وفي افريقيا عشان كاس العالم، عشان ماتشين السنغال في كاس العالم. نروح للصوره اللي بعد كده. رمضان صبحي. رمضان لعيب طبعا جريء قوي، النهارده عمل لعبه في الاخر كانت المفروض تبقى هدف حقيقي. بالظبط. جرأته ان هو يعدي في اي وقت كده من اي مدافع بتبقى حاجه كويسه. صحيح طبعا. لا لعب لا غنى عنه، وبينزل فترات بيلعب على المساحات بشكل ممكن كويس. ممكن ما يلعبش اساسي على عمر دلوقتي، يحتاجه لما الفرقه الثانيه تكون الى حد ما في مساحات يقدر يشتغل فيها. صحيح. نروح للصوره اللي بعد كده. فاضل لنا صورتين يا جماعه. مصطفى محمد. انا مش عاوزه يقلق لان هو بيأدي بشكل كويس، والراجل بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، وراجل مش عشان ما بيجيبش جون يبقى قليل، لا بالعكس ده دوره كبير جدا ودوره فعال، بيلعب في اي مكان، بيفسد هجمات كتيره جدا، بيضغط بشكل قوي، بتحتاجه في كرات ثابته. لا النهارده كان بيلعب ديفندر في نص الملعب. لعيب مهم والله العظيم، كان وحش النهارده، كان بيلعب ديفندر كانه ديفندر طبعا. وزياده اللياقه زياده على فكره، دي خطه كيروش ما يخشش فيها جول. مظبوط. لغايه مكسب، وده الصح يعني، ما يخشش اهم حاجه، ما يخشش فيها جول. ما تقدرش تستغنى عنه مصطفى. نروح للصوره اللي بعد كده. اخر صوره معانا، رساله لمحمد الشريف كابتن. طبعا محمد شريف عايز اقول له انت من اللعيبه الكويسه، ما يفرقش بقى معاك طبعا الفتره اللي نزلتها وطلعت فيها ديت، عشان فنيا الراجل كان بيفكر في. على فكره عارف حصلت مع مين قبل كده؟ مع محمد صبري. فاكر؟ كان كابتن احمد رفعت كان فاروق جعفر مره نزلوه 7 دقايق وخرجوه وزعل وقعد في البيت وراحوا زاروه، يعني كان الموضوع بيبقى مؤثر. بس الوضع مختلف يا كابتن، هو طالع في الدقيقه 118 فالراجل نزل عشان ضربات جزاء. مش قوي. وجهه نظر الراجل ممكن يكون مهيئ ان هو اللي غيره يلعب ضربات جزاء. ما تيجي تشوف كده تحس ان ما كانش في حد ينفع يتغير. مظبوط. يعني انا شايف ان هي عاديه، ممكن تزعل لكن اهم حاجه المكسب. بص دي كارلوس كيروش وهو بيحضنك. طبعا بعدها. طبعا. بص ادي الصوره معبره جدا، انه انا بحضنك بس لازم تتفهم ان ظروف الماتش اعتقد المكسب هينسي اي حاجه، لان هو كمان مضيع قدام قطر ومضيع. صحيح. اعتقد. صحيح. في طلائع الجيش في السوبر. لا هو خايف عليه كمان. مش هيشوط زيزو ولا هيشوط. لا هو مش عيب، مش غلط يعني. اهم حاجه مصر تكسب. مظبوط. اهم حاجه فعلا اهم حاجه المنتخب يكسب. صح. اخر صوره تريزيجيه. تريزيجيه يا جماعه ايه رايك موضوع تريزيجيه؟ تريزيجيه من افضل لعيبه بيروح للجون، لكن هو لسه مش جاهز بدنيا 100%. لما يجهز افضل لعيب واقرب لاعب بيوصل للجون. لعيب مميزه. يمكن الفتره بس اللي زي ما بقول لك الفتره اللي فاتت اللي طلع، لكن هو لعيب مميز وبيجيب الجوان، بيروح للجون على طول فعلا.